مساء الخير جميعا. الحقيقه ليله مبهجه من ليالي سحر النيل، سحر الاقصر، سحر مدينه طيبه، واحنا في افتتاح اخر بينم على دور الدوله المصريه في اطلاق الاستثمار والرياضه والمشروعات. النهارده بنشارك نادي الاهلي وبنشارك الشركه الوطنيه السادات في هذا المحفل الكبير لافتتاح فرع اخر من فروع النادي الاهلي بمدينه الاقصر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، سيد سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركه السادات، ساده مجلس اداره النادي الاهلي، ساده الحضور، ساده النواب مجلسي مجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ، ناولة من دواعي السرور والاعتزاز مشاركتي معكم اليوم في افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر، كأحد أكبر المشروعات الرياضية الخدمية المقدمة لأهلينا بالمدينة الجديدة وسط حضور كوكبة من نجوم الرياضة المصرية، وفي ضيافة كريمة من سيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجميع قيادات المحافظة. فكل الشكر والتقدير لمن جعل هذا الصرح الرياضي العملاق واقعاً، والذي جاء تنفيذه تحت إشراف جهاز مدينة طيبة الجديدة محافظة الأقصر، وبموجب الاتفاقية التي وقعها النادي الأهلي مع شركة السادات التي أضحت واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي بمصر. إن مدينة طيبة الجديدة محافظة الأقصر تدلل بما لا يدع مجالاً للشك على حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام بتنمية صعيدة مصر في شتى المجالات، فضلاً عن تنفيذ كبرى المشروعات القومية بمحافظات الصعيد في صورة تؤكد أن أبناء الصعيد في القلب، وأن كل ما يثار من أقاويل حول غياب اهتمام الدولة بالصعيد لا يخرج عن كونها ادعاءات واهية لا تمت للواقع بصلة. واليوم نحن مجتمعون في حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بمدينة طيبة الجديدة، والذي يعد بمثابة فرصة عظيمة للمواهب الشابة بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة الأقصر بصفة خاصة، من خلال ما يتضمنه الفرع الجديد من إنشاءات رياضية متنوعة، من ملاعب للكرة وملاعب متعددة الأغراض وحمامات سباحة وصلاة مغطاة وصلاة أنشطة وقاعات اجتماعية. وسيكون هناك بكل تأكيد إقبال كثيف على عضوية فرع النادي بمدينة طيبة خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من شعبية النادي الأهلي العريق في تجربة ستؤتي ثمارها على تعزيز الاستثمار في الرياضة المصرية. ولعلنا نفخر بافتتاح فرع النادي الأهلي بالأقصر بالتزامن مع مجموعة من المثابات التي تشهدها مصر خلال الأونة الراهنة، ففي أول أمس أقيمت احتفالية يوم الشهيد لعام 2021، والتي جاءت خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، والتي شهدت تكريم أسر وأبناء الشهداء للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي أكد سيادته في كلمته أنه لولا تلك الدماء الذكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير المناخ المناسب المستقر والآمن لمصر لتنطلق نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تجري في ربوع الوطن كافة. فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نحيا جميعا. تحية لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون كل غال ونفيس في مواجهة الإرهاب وضبط الأمن والاستقرار للبلاد، لتمضي الدولة بخطى ثابتة نحو التقدم والريادة. الحضور الكريم، إننا في وزارة الشباب والرياضة نثمن على رؤية الهيئات الرياضية في التوسع في الانتشار داخل محافظات مصر بما يساهم في نشر الرياضة داخل المجتمع ويكشف عن مزيد من المواهب والمبدعين رياضيا جنبا إلى جنب مع المشروعات والبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة على مدار العام في إطار السعي نحو جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال تشجيع المواطنين على ممارستها، إضافة إلى تنفيذ برامج
مخصصة للكشف عن المواهب الواعدة في مختلف الألعاب وتوفير الرعاية والدعم لهم باعتبارهم أبطال مصر مستقبلاً. كما أننا نؤكد على دعم الحكومة المصرية للاستثمار الرياضي من أجل أن يصبح من ضمن الدعائم الأساسية للاقتصاد، حيث نسعى في وزارة الشباب والرياضة إلى تعظيم الاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الطرح الاستثماري للشباب والأندية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع بمشاركة القطاع الخاص وفق مجموعة من الإجراءات والضوابط العاملة في هذا الشأن. ومنذ أن بدأنا مشروع الطرح الاستثماري في أواخر 2018 وحتى الآن وصل حجم الاستثمار في عدد 219 مركز شباب على مستوى الجمهورية 1,400,000,000 جنيه، فيما وصل حجم الاستثمار في 34 نادي في 14 محافظة نحو 3,410,000,000 جنيه. وبفضل هذا المشروع تم تطوير الانشاءات الرياضية بتلك المراكز والأندية وتوفير عائد مالي مناسب لها للإنفاق على صيانة البنية التحتية ودعم الأنشطة المنفذة. إن الأندية الشعبية لها تأثير كبير داخل المجتمع، فهي تتمتع بجماهير عريضة تلعب دورا رئيسيا في مؤازرة فرق أنديتهم الرياضية في مختلف المناسبات، فإنما تجد النادي تجد جماهيره خلفه تسنده وتدعمه. ومن المؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء الجماهير يرغبون بكل فخر في الانضمام لعضوية تلك الأندية الشعبية والاستفادة من الخدمات الرياضية التي يتم تقديمها. ومن هنا يتحتم علينا جميعا التفكير بجدية في دراسة إمكانية التوسع في إنشاء فروع جديدة للأندية الشعبية مثل ما نراه الآن على مستوى الجمهورية، تحقيقا للدور الوطني لتلك الأندية في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، ولتنضم إلى المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع محافظات مصر. وفي الختام لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان لمجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي شركة السادات ومسؤولي جهاز مدينة طيبة محافظة الأقصر على الجهود التي تبذلها ليخرج فرع النادي الأهلي بالصعيد من قلب مدينة طيبة إلى النور من أجل خدمة أبناء طيبة الأعزاء، وإلى لقاء في افتتاح مزيد من المشروعات الرياضية. في الحقيقة أنا عايز أقف هنا برهة بسيطة دون تطويل، لكن الفكرة يمكن لما أبرمناها في 2018 مع فكرة الاستادات، إن إحنا قلنا في استادات مصر على مدى 27 محافظة إن إحنا عايزين نطورها. الحقيقة بدأت الفكرة إن إحنا ينشأ ما بيننا وما بين أحد طبعا الجهاز الوطني لإخراج شركة وطنية إن هي تعمر وتنمي بحقوق مختلفة في مديول اقتصادي جديد، إن هي تطور تلك الاستادات. وبالفعل أصبح هناك في كل محافظة تنمية رياضية من خلال تحويل الاستادات إلى خدمة مجتمعية متكاملة وأيضا تطوير الاستادات. لكن النهاردة بنخرج لإطار جديد أيضا مع الشركة الوطنية في شكل آخر في المساهمة والمساعدة والتنمية من خلال الأندية، وده أول نموذج بنشوفه النهاردة لهذا التطوير من خلال الشراكة الأخرى مع السادات والنادي الأهلي. ودايما وزارة الشباب والرياضة تحقق وتحرر الجزء الاقتصادي والاستثماري، فبندي الطلاقة لكل مجالس الإدارات إن هم يطوروا دخلهم من خلال هذه الشراكات وهذه الأعمال الاستثمارية في الرياضة. الرياضة منتج خدمي ذات قيمة للمجتمع وللدخل القومي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.